الحقيقة هو القرار معناها فات كل تصورات وتوقعات. القانون واضح، المحكمة الإدارية الجلسة العامة أحكامها باتة لا تقبل طعن حتى عند الدوائر التعقيبية. الهيئة هي معناها من دورها أنه تنفذ هذه القرارات. اليوم شفنا حاجة خرجت على كل المقاييس، اليوم خروج عن دور القانون النهائي، لأنه بعد خلينا نقول القرار التاريخي للمحكمة الإدارية الجلسة العامة نلقاو الهيئة عملت قرار تاريخي لكن في الاتجاه الآخر، في اتجاه ضرب دولة القانون وفي اتجاه أنه تحول هذه الانتخابات إلى انتخابات سورية لن يتحمس التونسيات والتونسيون للذهاب إليها، لأنه لا وصاية على الشعب. احنا قلنا أنه الشعب هو اللي اختار وليس الهيئة أو غيرها، هي من تختار من يترشح للانتخابات. الأعضاء هذوما بشهادة المحكمة الإدارية عندهم حق في الترشح، وقع منعهم، وبالتالي يجب الذهاب الآن في النضال المدني السلمي والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، لا لشيء نقول نحن رانا مانيش راضيين أنه تكون هناك وصاية على الشعب.